وقد ساهمت الجماعة في هذا المشروع ما يقارب 30% وبمبلغ مهم 68 ألف درهم في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالاتفاق مع المبادرة البشرية ومع المجلس التقليمي ومع مصالح العمل. ولأهمية هذا المشروع كنا دائما نضعها في المرتبة الأولى لأهميتها ولنجاعتها، ولله الحمد فقد تمكنا على الحصول على 3 حافلات من نقل مدرسي، وسيتم بداية عملها وإشغالها انطلاقا من فتح شوتنبيب 2016، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وأن يكون الحافلات نقل مدرسي عن إشارة فلدة كبادنا، وهذا هو المراد. إذن هدفنا بالأساس جميعا هو أن نصادق على هذه الاتفاقية بالإجماع، ثم نطالب الجمعية الثانية أنها إلى بادرت، إذا كانت مثلا غادي نطلبوا الملف ديالها إلا كان راه الإشارة وحتى راسها. والله ما نفرق ما نفرقش. او السيد شهيد او اللي حد المغرب جميع الجوانب، ولكن خو الشرق خونو الزدامين غادي نساو هي الدراسه والمصادقه على الاتفاقيه واخو الاوفدر وين دوف دافير لوفر وين المزاد العلني اخ الجماعه الجمعيه ثاني تجانو اهلو زمان قوا هذا امر ومذا اتبادر هذا تخدم هذا تدي على الوقت باش تخدم دوينا جماعه شفت المازوت راح تخدم هذا تسيوضي وغير تتطاوع وغيكون نفع ذلك تريد وني زمان هذه قمت الواجبة هذيك أو يغض الملف هذني ولا السنان هذي السنة الغزاء وني كي الملف خبر مزيان غادي تصوف غنو قد جدول الأعمال أخاص نصوت ني خاص نصوت ما لا بأس فما شتي نصدر خو من غادي نساو دراسة فنحن نداري ندرس هذه القضية ثم نصادق على هذه حتى ثم غني أو يتفقتي شتي لا مانع لا مانع هذا قطيهم حتى اتفاقية غنية ويغطي سيد العوفي مرة غادي تطلب الناس لا يديك مازالش وصيغ لان انا اذا الطلب الثاني راه خديت توي شنو هنا الاصدقاء المخمار الجمعيه ثاني مخمور دانا مارا شي ناس بغا يخدم الجماعه شنو في المهور نعم ما يخرجش شي توحي سنا ولا الجمعيه ولكن دين ولكن خويا بدا ولكن واش هي كيما هي سنا هاك لا عرف لا عرف شي انجاز يا زو هي ضحى من اجل من اجل لا يناقش ونادي الجندي المجلس ويتناقش ما راه تصوت نخص الاجماع ولكن بالنسبه الى تسيير المشروع هو مشيت هما يا خمارين الجمعيه فيها حديد الجماعه خصها تشارك خمار شو تنبير يبقج اشو تنبير وتبودي وشا شقة مزيرين داني تزيين اللي خصنا نستعملو داو غير مشينا الان ان ان شنو شنو هادشي ضد الجمعيه يا داني ابدا شنو تخبو الظنوس ولكن انت الحق باش هذه ديري المشروع ناجح هذه ديري سبحان على الاقل قيم ديال حق الجمعيه قال الاعلان وشارك الجمعيه مره هذا هو الامكانيه ديال الانسان الغزا بكل صدق الجامعه عايش الجمعيه يتشان قادره غاس الامكانيات غاس الامكانيات اللوجستيكيه كيسيو ذا واش باش المشروع غادي ينجح هذه يوجوا لان الهدف النقمي على الهدف النقوى تشوفوا باش باش نوجوا نقصي نمشي الهدف الاتفاقيه تقدر تطلب منه انت عمل اتفاقيه كاين بزاف اقليميه عمل اتفاقيه كاين الغرفه الصناعه التقليديه مي مو توزي منها عندي خاص تسير لاتينا غادي تستعمل من غير الاتفاقيه كيف درتيها توزي دار معها الجمع سامحها خاص توزي دار معها الجمعيه غادي تسير من الجمعيه لا اتفاقيه الشركه واجب الصباح واجب الصباح ما درتش غير مع الصباح غادي الاعلان ولي واش انا مادة للقانون الجماعة الصحة انا قلت يعني سامحة 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 سامحة
بناء على الدور تسعة ديال شهر ماي بلا اخي توبيس طلب الجمعيه بسم الله يساعدنا نطغوا على الشيء يزن طغوا على الشيء ملي يساغ الجماعه السنه ديال قبل الدوره قبل الاجتماع نجد الميزانيه اي على اللجنه غادي نغص ميزانيه باش نحول. واش هادشي هي؟ في الصريد. في السمن دورو. كاين وين شي عجيب لي ناس كاين شي بويا.